بابل، وتراه فيه خلايا يعني دي 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 سيلول انديبوندونت، يعني كل ما واحد السيلول هذيك تخرب البنو تورن توجور. قلت له ما تغلطش، اذا كان يموت واحد راهم 10 يستناو في الباب، قال باش ناخذ المسؤوليه نتاعو، سواء كان وزير ولا مدير، والناس راه تدز في بعضها. قال ما تغلطش حتى رئيس. قلت له ما تغلطش يعني. لا حبيت يعني نقول له بتعبير ربما اللي يفهمه، وفكاهيه وفيه نقد، بين اللي النظام نتاعنا مبني على الصح، مبني على العمال، مبني على الفلاحين، مبني على الشعب. انا هذا الاعتقاد نتاعي. ولما تأزمت الامور قلتها لواحد الصحافي، قلت له نعم الثوره هذه اللي ما تقدرش تثبت، انا ثوره اللي ما تقدرش هيك عرفت توقف وتقول راني اللهم نعلبوها ثوره. وهذه ربما كنت نقولها كلمه الخلاصه، نعلبو الثوره هذه، واسمحوا لي التعبير، اللي ما تقدرش توقف وتقول راني اللهم، راني اللهم نتحدى كل الناس. نعم الثوره ماهيش غير خبز برك، الثورة ماهيش غير خبز، الثورة ماهيش غير منشآت، الثورة ماهيش غير مدارس، الثورة ماهيش غير طرق، الثورة ماهيش غير تسير ذاتي، الثورة ماهيش غير تسير اشتراكي، الثورة ماهيش غير على كل حال العلاج بالمجان، الثورة ماهيش غير الاستقلال، الثورة هي أعمق من هذا. الثورة كذلك هي مبادئ وبالخصوص كرامة. الثورة ما يخصهاش تحت راسها. الثورة ما يخصهاش تحت راسها. وأنا نقولها لكم للتاريخ، أنا الثورة اللي تحت راسها ما نكونش على راسها. للتاريخ هذه. الثورة اللي تحت راسها أنا ما نقدرش نكون على راسها الثورة هذه. ما نقدرش ابدا. الثورة اللي تركع لا، لان احنا كلنا كرامة، وكلنا الجيش نتاعنا الجيل نتاعنا لازم يعني يواجه كل الحالات. علاش نقول الكلام هذا؟ نقول الكلام هذا مانيش باغي نروح بعيد يعني في الحديث نتاعي، لهذه المناورات الداخلية الخارجية والحسابات الفارغة. الحسابات الفارغة لأن ما عنديش كل المعلومات. ما عنديش كل المعلومات، وماهوش من العادة نتاعي نقول لك بكلام اللي ما نقدرش نثبته بالحجج المادي، يعني فيه نوع من التآمر الخارجي. أقول نوع من التآمر الخارجي. من الناحية الداخلية ما عندناش مشاكل. ما عدا المشاكل اللي راكم عايشينها اليومين اللي كنت تكلم عليها، كعرف قال خصت البطاطا وخصت الزروديه وكذا والموظف الفلاني ولا كعرف الوزير الفلاني. ما عدا المسائل هذه اللي هي من المشاكل اليوميه ما عندناش مشاكل داخليه، لكن فيه نوع من التكالب الخارجي. نوع من التكالب الخارجي، لان الجزائر هذه باقيه صوت، يعني تمثل صوت في العالم الثالث. وضرب الجزائر، ضرب الجزائر او الثورة الجزائرية تنجر عليها انعكاسات خطيرة في افريقيا وفي العالم العربي. ومعناه اذا كان الحالة تحلت في افريقيا وفي العالم العربي، هي مجموعة العالم الثالث، عدم الانحياز اللي كان ميت. واش كان عدم الانحياز قبل مؤتمر الجزائر؟ مرة وقعت الاجتماع في 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 لوزاكا ربع سنين قبل، حتى الصحافة ما سمعتش به. ما نتكلموش على الشعوب. إذا المقصود هو هذا. المقصود على كل حال بكل هذا الأمور وهذه الحركات وهذا يعني المناورات،
هو الجزائر للجزائر تمثل شيء؟ والجزائر تمثل صوت. في العالم العربي فيه عاصمتين، ان كو دو كابيتال دون الموند عربي، لو كير يا الجي، ان كو دو كابيتال لو كير اي الجي، القاهرة والجزائر. القاهرة واقعة عليها السيطرة، الباقي الجزائر نحاول باش حل كيفاش نكتفها، كيفاش على كل حال نكتفها وكيفاش اما الباقي واش كاين. على كل حال مع احترامي لكل اخوة، ماهوش نوع من الكبرياء، لكن انا نقول الشيء اللي نفكر فيه تحليل خاص. العربية السعودية اغنى بلد في العالم العربي، ولكن العربية السعودية بالنسبة الي في المرحلة الحالية هي برميل كبير نتاع البترول وصندوق كبير نتاع الدولارات، وهذا ما يعملش، ما يمثلش كل شيء. الباقي يعني الكويت والامارات وكذا او سوريا او حتى ليبيا ما يعملوش للوزن، لان فيه شيء يعني في هذيك النوعية، النوعية التاريخية للجزائر من الشعوب اللي حاربت بالسلاح واستقلت، اللي هي تندرج في الخط الكبير هذا الطوري بتاع العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، اللي يسمى بالفيتنام وتسمى الجزائر وتسمى كوبا، هذه البلدان اللي يعني حررت نفسها من الاستعمار وحتى يعني من الاستغلال الداخلي بحد السلاح، وفرضت ثورة وهي في طريق بناء ثورة. وإذا كان نتكلم على هذا التكالب الخارجي، وأنا بديت راكم تشوفوا مرة الإنسان ينتقل من نقطة إلى نقطة، في نفس الوقت مثلا اللي ملك المغرب عامل هذا حكاية مسيرة الاحتلال، نوجدوا مثلا اخونا الامبراطور نتاع قرطاج عامل لي كل يوم تصريحات، وانا فلان قال لي وفلان قلت له وقلت الملك المغرب ما تدخل. واخطر من هذا، في الصيف اللي مضى كان بعث ولده، غادي نقول له الوالي نتاع النبى باش يعسي، اذا كان جاو دولك على النبى دبر راسك انت اذا كان. فالصيف اللي فات كان بعث ولده الملك المغرب يقول روح ادخل للصحراء، واذا كان عندك قيمة اكثر من تاع الجزائريين هذه الفرصة باش تهنينا منها. في الحبيب الكبير بعث الحبيب الصغير الملك المغرب، ربما هذه المعلومات تكون غير صحيحة، ولكن تقديري انا انها على الاقل صحيحة، اذا كان ماهوش 90% على الاقل 80%. هذا الرئيس الموريتاني حاولنا معه الشيء اللي قمنا به، انا ما ندمش عليه لان قمنا به للشعب، الشعب الموريتاني، لان في المؤتمر الاخير اللي عملوا مثلا واش بدا يتكلم لهم المنجزات نتاع موريتانيا، تأميم الميفيرما، تكوين عملة وطنية لوبية، الخروج من منطقة الفرنك. نظروا الجماعة قالوا له يظهر لي هذو الجزائر ساعدتك فيهم، والواقع يعني الميفيرما هذيك اذا كانوا تقع تأميم تقريبا احنا اممناها، اممناها في مكان الرئيس الموريتاني يبقى له هو الا خذا القرار السياسي، خذا القرار السياسي ويستغلوا سياسيا قدام الناس وقدام الشبيبه نتاعو، لان الشبيبه على كل حال كانت عنده شبيبه خلقت له مشاكل كثيره، شبيبه يساريه. قال لي واش رايك؟ قلت له يا راجل امن عليك ما يعملوا حتى حاجه. الظروف السياسيه قلت له مليحه، فرنسا واش تقدر تعمل؟ قلت له هاو اللي نظر المشكل الفلاني والمشكل الفلاني والمشكل الفلاني فرنسا ما تقدرش تتحرك. مثال السوق عيت البلعي عبد السلام قلت له اعمل لي دراسه مع سونارام
باش تشريو عليه الحديد اذا كان ما تباعش، حتى ولو نقص احنا مليون ولا زوج ملايين من الحديد نتاعنا. هذه معركه ومعركه لازم نوقف بجنبها. الفلوس قلت له نضمنك 6 شهور، العمال نتاعك نتاع الزويرات يخلصوا 6 شهور. ما نقولش الكلام هذا يعني هبان، انا عندي الاخر الدراسه راها موجوده عندي في الارشيف نتاع الرئاسه وفي الارشيف نتاع وزاره الطاقه والصناعه. قضيه لوقيه هذه العمله الوطنيه، قلت له اعمل عمله وطنيه ما فيش مشكل. مصطفاي نتاع البنك المركزي روحوا سالوه اي واحد منكم، الموظفين اللي هما نسهم صرفوا على العمليه، اللي طبعوا الاوراق واللي نظموا الكيفيه كيفاش لان هذو اخواننا ما زالوا على كل حال بدائيين، ما عارفين هالمشاكل نتاع العمله كيف تصير خلاص. وراحوا تم ونظموها حتى على كل حال تمت، وقالوا خرج من المنطقه نتاع نتاع الفرنك وغيره. لما جاء حتى يستغلم امام الشعب نتاعو في المده الاخيره، يعني فيه ناس اللي قالوا له يا راجل وقيل فيه ناس اللي ساعدوك واللي راك بديت انت ماناش عارفين علاش راك نسيهم في هذا. يقول الكلام هذا باش العمال والشبان وكل الاعضاء نتاع الحزب يفهموا مليح هذا المسائل لازم تمشي على كل حال. وهذه المسائل غدوه في اللقاءات لازم تطلع ولازم تطلبوا الحساب من كل الخيانات هذه نتاع بعد نرجع لهذا مغرب الدول هذا ومغرب الامبراطور والملك هذا بالنسبه لي انتهى. اذا مع الرئيس الموريتاني حاولت معاه مرتين. اخر مره كان في بشار، استعملت كل الحجج. لا حياة لمن تنادي. قبل ما يجي البشار كنت بعت له الاخ سي احمد، قلت له روح شوف هالسيد هذا اذا كان فيه استعداد نشوفوه. جاء قال لي فيه استعداد وحقا كان. لما وصل للجزائر وكذا الملك المغرب يطالي بعت له قال الخبزه راه طيبه. ماذا بيك تاخذ حقك حتى انت من الخبزه هذيك، رد بالك. عييت كلمت كذا الى اخره، في النهايه سالته قلت له علاش جيت المر؟ نتاع الرؤساء في العاده يتلاقاو باش يتفقوا على شيء. او اللي ما يتفقوش عليه اليوم قال نقدر نتفق عليه في 3 شهور او عادة يعني، حتى ولو زوج نتاع العداله ما يتلاقاو لي عمل شيء. ما يتلاقاوش لي عمل لا شيء. في النهاية سألته قلت مانيش عارف انا الحلالي مانيش عارف واش جيت. بالنسبة لإسبانيا حاولنا كذلك يعني المحاولات كثيرة، لكن في النهاية المحاولات نتاعنا ما أداش بنتيجة، لأنها كانت محاولات لا يمكن أن تنجح. لا يمكن أن تنجح لأن الهدف نتاع الغربيين هو تقوية يعني خلق الشروط لنجاح هذا المملكة الجديدة اللي تنشأ بعد مدة طويلة من الغياب نتاعها، اللي تؤسس بعد مدة طويلة في اسبانيا، وإنقاذ مملكة أخرى وتدعيمها ألا وهي المملكة المغربية. لدرء الخطر ولي يعني حصار كذلك أو للمحافظة على الاستراتيجية اللي تدخل في الخط نتاع الناتو وغيره. لان ما يجري في البرتغال نظام التقدمي، في الجزائر مشاكل انغولا، الصراع الغربي السوفيتي اللي موجود الان، الصراع واضح.
من جهة يعني الصراع متزعم.